الاستاذ المستشار الاعلامي عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره العمل. برحب بك يا استاذ عبد الوهاب. اهلا بك يا استاذ هاني، واهلا بصدى البلد. اهلا بحضرتك ومنورنا وبنشكرك على المداخله. دايما بقول ببدا في حلقتي مين مننا مش شايف الامور الايجابيه الجيده اللي بتقوم بها وزاره العمل في الفتره الاخيره؟ جحد فقط اللي ينكرها. معالي الوزير كان بيواصل اجتماعاته مع اللجنه القانونيه المختصه في متابعه مشروع قانون العمل، وطبعا ده كان قبل يعني المناقشه بتاعتها في طرفي العمليه الانتاجيه بين اصحاب الاعمال والعمال، وقبل ما تبقى دايما مطروحه للمجلس الاعلى للحوار المجتمعي. اكيد عندك اللي تقوله لنا في هذا السياق. طيب استاذ هاني، خلينا يعني نتكلم عن هذا الملف بشكل يعني في نقاط محدده، طبعا عشان طبعا الساده المشاهدين يعرفوا احنا وصلنا قد ايه الى فين يعني في الدوله بشان مشروع قانون العمل. اولا احنا عندنا بكره اللي هو السبت الموافق 10 فبراير 2024 اجتماع في وزاره العمل، طبعا للجنه القانونيه التي شكلها معالي وزير العمل حسن شحاته برئاسته لمناقشه وصياغه الملاحظات الوارده من ممثلي اصحاب الاعمال والعمال على مشروع قانون العمل. وبالمناسبه هذه اللجنه يعني بتتشكل، يعني احب اذكر من المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمه النقد عضو قطاع التشريع بوزاره العدل، وايضا المستشار محمد ابو بكر الجندي المستشار القانوني لوزاره شؤون المجالس النيابيه، وايهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لمعالي وزير العمل. هذه اللجنه سوف تجتمع غدا لتستكمل مناقشه وايضا صياغه الملاحظات الوارده على مشروع القانون من ممثلي اصحاب الاعمال والعمال، طبعا بهدف يعني الخروج بصياغه معينه قانونيه تمهيدا لطرحها على المجلس الاعلى للحوار المجتمعي. خليني اتذكر مع حضرتك يعني ان الدوله يعني حريصه، القياده السياسيه حريصه على سرعه اصدار هذا التشريع بشكل كبير جدا، ولكن في نفس الوقت هي حريصه على ان يخرج هذا التشريع بشكل متوازن وعادل يحقق مصالح طرفي العمليه الانتاجيه من اصحاب الاعمال ومن العمال، فهناك حرص شديد على هذا الامر. ولو تتذكر معايا في خطاب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي في شهر مايو الماضي 2023، عندما وجه وزاره العمل وقال نصا يعني ضروره قيام المجلس الاعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان أيضا بيئة عمل مواتية للاستثمار. وبالفعل معالي وزير العمل بعد هذا التكليف وهذا التوجيه مباشرة عقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وقام بالعديد من الزيارات إلى مقرات منظمات أصحاب الأعمال والعمال وحثهم على سرعة إصدار يعني إرسال ملاحظتهم وآرائهم على المشروع. زي ما حضرتك عارف أن سوق العمل دلوقتي في الداخل وفي الخارج بيواجه تحديات كبيرة جدا وبيواجه متغيرات كبيرة جدا، اللي هي طبعا بتتطلب اليقظة المستمرة لهذه المتغيرات بحيث أن يصدر أي تشريع متواكب مع هذه أكيد الأمور. وطبعا الجوات الميدانية لمعالي الوزير أنه بيستمع للعمال وهو دايما منحاز للعمل المصري والموظف المصري، أعتقد بتبقى أمور إيجابية جدا أن يشعروا بوزير الدولة المختص في هذا الشأن حريص أنه يسمع، عشان عندما يصدر القانون يصدر بالشكل المرضي للجميع لطرفي العمليه الانتاجيه. واعتقد دي امور كلها جيده جدا، مستنيينه كتير جدا، وان شاء الله خير وطرحه للحوار المجتمعي اعتقد هتبقى كلها امور ايجابيه لكل الشعب المصري. استاذ عبد الوهاب، طبعا يا فندم معالي الوزير اكد في كل الاجتماعات اللي هو يعني بيحضرها او لا، طبعا على فكره معالي الوزير بيحضر جميع هذه الاجتماعات الخاصه باللجنه القانونيه وبيقرا معهم المواد القانون ماده ماده. وبالمناسبه هم تقريبا يعني 267 ماده في هذا التشريع، بيكون حريص على الحضور والاستماع وقراءه هذه المواد ماده ماده وابداء ملاحظاته. وطبعا بيؤكد في كل الاجتماع ان الوزاره ترحب بكل ملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه. ويوضح أيضا يعني في كل الاجتماعات أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريع. ده كلام رائع جدا، وكونه هيطرح للحوار المجتمعي وكل الأطراف زي ما سيادتك بتقول لنا، الأمان الوظيفي للعمال وأيضا تشجيع على الاستثمار. والبنود طبعا اللي حضرتك عارفها اللي هي الأبرز اللي بيتم مناقشتها زي
البنود الخاصة بالأجور والمجلس القومي للأجور وعلاقات العمل وعقود العمل والتدريب المهني والتقاضي، وأيضا ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وهذا أمر مهم جدا. ده مهم جدا، وعنوانه العريض الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، دي نقطة مهمة جدا. مش